نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. وجه الجيش العربي السوري ضربات نوعية لأوكار وتحركات التنظيمات الإرهابية على عدة محاور، وأوقع في صفوف التكفيريين خسائر كبيرة. التفاصيل في التقرير التالي. عمليات الجيش العربي السوري ضد الإرهابيين تحقق تقدما على عدة محاور، حيث قتل وأصيب العديد من إرهابيي تنظيم داعش في غارات جوية على تجمعاتهم وتحركاتهم في مدينة دير الزور ومحيطها. وقد نفذ الطيران الحربي غارات على تجمعات وتحركات لتنظيم داعش الإرهابي، وذكر مراسل الإخبارية أن الغارات الجوية طالت بؤرا ومواقع لتنظيم داعش الإرهابي في حي الحميدية ومحيط جبل الثردة ومنطقة المهندسين بمحيط المطار، ما أسفر عن تكبيده خسائر بالأفراد وتدمير آلياتهم. وكانت وحدات من الجيش بتغطية من الطيران الحربي قضت على العديد من إرهابيي التنظيم التكفيري ودمرت لهم مقر قيادة وتحصينات وآليتين في محيط منطقة المقابر وسرية جنيد. يذكر أن وحدة من الجيش والقوات المسلحة بسطت سيطرتها على النقطة 939.5، أعلى نقطة في جبال الهيال المطلة على مثلث تدمر، وقضت على أعداد كبيرة من إرهابيي داعش. نتابع فيما يلي مشاهد عن تقدم الجيش العربي السوري إلى مشارف مدينة تدمر، مطاردة إرهابي داعش في المنطقة والسيطرة على المقالع والمنطقة المشرفة على حقل المهر بريف حمص الشرقية. الجيش العربي السوري الآن نتقدم باتجاه مدينة تدمر ومثلث تدمر، ولا يفصلنا إلى مثلث تدمر إلا بضعة كيلومترات. الآن على الخط الأمامي تم الآن تطهير بعض المزارع قبل مثلث تدمر والسيطرة على مقر لهؤلاء الإرهابيين التكفيريين. كما تلاحظون الآن هنا كان مقر الإرهابيين التكفيريين، وكان هذا الطريق مفخخ وملغم، تم كسح الألغام. وقواتنا الآن في هذه اللحظة تتابع التقدم باتجاه مثلث تدمر. هناك جبال الهيال، كان هناك فيها عدة مقرات على لداعش على سفوح الجبال، وتم التعامل معها من الطيران والمدفعي الصاروخي. نحن الآن في مدرسة السياقة العسكرية في قبل مدينة تدمر، والآن قواتنا تتقدم باتجاه تدمر وتفصلها كيلومترات قليلة جدا عن مدينة تدمر. إن شاء الله التقدم القفز الثاني راح نكون بتدمر. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن فرقاطة الأميرال غريغوريفيتش الصاروخية أبحرت من ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية متوجهة إلى السواحل السورية. ونقلت وكالة نوفوستي عن الوزارة قولها إن الفرقاطة ستعبر مضيق البوسفور في البحر الأسود غدا، وستنضم في اليوم ذاته إلى مجموعة السفن الحربية الروسية المنتشرة قرب السواحل السورية في البحر المتوسط. يشار إلى أن الفرقاطة غريغوريفيتش دخلت الخدمة في الأسطول البحري الروسي عام 2016، وشاركت في العمليات ضد تنظيم داعش الإرهابي في سوريا ضمن قوام مجموعة السفن الحربية الروسية العاملة في البحر المتوسط. تحت عنوان الوفاء لسوريا، انطلاق أعمال الدورة 61 للأمانة العامة لمؤتمر الأحزاب العربية في دمشق. التفاصيل في تقرير رامي عباس. صوت آخر ينطلق من دمشق، دعما للمقاومة ومناهضة للإرهاب. من كل بلد عربي انبثقت كلمة حرة
كلمات اجتمعت في المؤتمر العام للأحزاب العربية في الدورة 61 لأمانته العامة التي عقدت في دمشق تحت عنوان دورة الوفاء لسوريا. حرصنا على أن يكون المكان دمشق لنوجه رسالة إلى الشعب السوري، إلى القيادة السورية، إلى الجيش السوري في هذه المرحلة المصيرية التي تواجهها أمتنا بشكل عام وسوريا بشكل خاص. سوريا التي تتعرض يعني حرب كونية تسعى إلى إجهاض دورها الريادي في مواجهة الإرهاب من جهة وفي احتضان المقاومة من جهة ثانية، وهي تدفع ثمن احتضانها للمقاومة. هذه المعركة التي تخوضها سوريا اليوم ليست معركة سورية فحسب، وإنما هي معركة سوريا باسم الأمة العربية، وسوريا والشعب السوري يدفع في ضريبة الوضع العربي عامة، وهو الذي يلقي صدره الآن. الجندي السوري الذي يلقي صدره للرصاص هو يعني درع الأمة. جئنا نقول لدمشق أنه رغم هذه الأنواء والعواصف والمؤامرات والحروب تبقينا يا دمشق كما عهدناك مركزا لنضالنا، لمقاومتنا، لتنفيذ مشروعنا، مشروع النهضة العربية بكل أبعاده وبكل امتيازاته. ثوابت ومعايير اتخذها المؤتمرون تشكل خارطة طريق للأحزاب العربية المشاركة، أبرزها أن معيار العروبة هو دعم الشعب الفلسطيني وانتفاضته والتأكيد على مبدأ المقاومة، كما أن الإرهاب التكفيري هو الوجه الآخر للإرهاب الصهيوني، إرهاب تدعمه أنظمة بعض الدول العربية وخاصة النظام السعودي الذي كانت له اليد الطولة في مأساة الشعوب العربية. تدخلات السعودية في مع الأسف الشديد في دول عربية أخرى، طبعا هي تدخلات أنظمة وليست شعوب، كان من الأجدى ومن الأجدر أن تكون هذه تدخلات ضد الصهاينة المغتصبين الأرض العربية وليس ضد دول شقيقة. كنا نأمل أن يكون هناك تحالفا عربيا لتحرير فلسطين وليس تحالفا عربيا لتدمير اليمن وقتل شعبه واحتلاله وكذلك تدمير سوريا. هذه الأنظمة لها أهداف وهي أدوات للقوى الاستعمارية التي تستهدف هذا البلد في خدمة العدو الصهيوني، وبالتالي لن تنجح. أعطت نفسها أن تقوم هي بتدخل في الشؤون الداخلية للدول، بل وضعت نفسها تحت إمرة المخطط الغربي الصهيوني بقيادة أمريكا وحلف الناتو. ما تعانيه سوريا يعانيه اليمن والبحرين وليبيا وغيرها من الدول العربية التي كانت هدفا لمشاريع غربية نفذت بأدوات عربية رسمية. ما يحدث في دمشق يسمع صداه كل حر في البلدان العربية ودول العالم، فالمعركة التي تخوضها سوريا في وجه التنظيمات الأرهابية إنما تخوضها نيابة عن العالم أجمع، هذا ما أكد عليه المشاركون في المؤتمر العام للأحزاب العربية في دورته 61. من دمشق للإخبارية السورية رامي عباس. روسيا تجدد التأكيد على ثوابتها تجاه سوريا، والرئيس بوتين يقول أن اتفاق وقف الأعمال القتالية مهد الطريق لمحادثات جنيف. اجتماع أستانا وضع أساسا للحوار في جنيف وسمح بإنشاء آلية للرقابة على نظام وقف الأعمال القتالية. كلام للرئيس الروسي فلاديمير بوتين استهل به لقاءه مع رئيس كازاخستان نور سلطان نيزاربايف في أستانا، مؤكدا أن الاجتماع انتهى بنتيجة غير مسبوقة، وإن إنشاء آلية للرقابة على وقف الأعمال القتالية هو القاعدة الأهم التي سمحت بمواصلة محادثات جنيف. من جهتها أعلنت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتيفينكو أن الشعب السوري يجب أن يقرر مصيره من خلال العملية الديمقراطية، مؤكدة في مؤتمر الحوار الشرق أوسطي لمنتدى فالداي أن روسيا لا تسعى إلى فرض هيمنتها على منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي لسياستها يتمثل في تحقيق تنمية مستدامة لهذه المنطقة المهمة في العالم. بدوره أعرب نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف عن أمل بلاده أن تشكل المعارضة السورية وفدا موحدا في محادثات جنيف، معتبرا أن الجميع جاء إلى جنيف لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 في نهاية المطاف. وأضاف إن الهدف المشترك واضح ومفهوم، إلا أن كل وفد لديه بعض الخروقات الدقيقة
بخصوص تفسير هذا القرار، مشيرا إلى ضرورة مشاركة كل التيارات السورية في محادثات جنيف، وأن روسيا على اتصال يومي مع الحكومة السورية لبحث العديد من المسائل. أكد نائب وزير الخارجية الروسي غنادي غاتيلوف أن مشروع القرار الذي تقدمت به بعض الدول الغربية لمجلس الأمن الذي يقترح فرض عقوبات على سوريا بذريعة استخدام أسلحة كيميائية غير مقبولة. ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن غاتيلوف قوله للصحفيين لدى وصوله إلى جنيف إن نسخة الغربية من مشروع القرار غير مقبولة بالنسبة لبلاده. وكان نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فلاديمير سافرنكوف أعرب يوم الجمعة الماضي عن عزم روسيا على استخدام الفيتو ضد مشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، مجددا التأكيد على أن الأدلة التي تستند إليها الدول الثلاث غير كافية، وأن نص مشروع القرار ينتهك المبدأ الأساسي لقرينة البراءة إلى حين انتهاء التحقيق. وفي جنيف لا يزال التخبط سيد الموقف في صفوف المعارضات المشرتمة، والمبعوث الدولي ستيفان دي مستورا عاجز عن تحقيق أي إنجاز يذكر. تقرير إياد خلف. دقت الساعة السويسرية أخيرا موعد المحادثات السورية هنا في جنيف، المدينة المعروفة بهدوئها تحولت إلى حلبة للصراع بين أطياف المعارضات السورية، على من له التمثيل الأكبر والكلمة الأعلى فيما بينهم. خلافات أجلت الجلسة الافتتاحية ثلاث مرات لأجلها حتى عقدت أخيرا بمشهد لا يشبه الواقع، فالمعارضات رغم جلوسها مع بعضها إلا أن خلافاتها كانت واضحة للجميع. جلوس وفد المعارضات مع بعضهم أمام عدسات الكاميرات بعد تأجيل استمر حتى المساء كان الإنجاز اليتيم للمبعوث الأممي الذي اصطدم بتعنت الوفد القادم من الرياض، والذي حاول الاستئثار بالقرار على حساب منصة القاهرة ومنصة موسكو. وفد الجمهورية العربية السورية وفي أول مؤتمر صحفي له في محادثات جنيف كان واضحا في مطلب يطلبه كل الشعب السوري اليوم، وهو مكافحة الإرهاب ووقف سفك الدماء السوريين ونبذ الإرهاب من قبل جميع المشاركين، خاصة بعد التفجير الإرهابي الذي ضرب في حمص، والذي وصفه رئيس وفد الجمهورية العربية السورية الدكتور بشار الجعفري أنه رسالة من رعاة الإرهاب إلى مؤتمر جنيف، ووضع جميع المشاركين على محك حقيقي. من لا يدين الإرهاب فهو شريك بالإرهاب. لقد أوضحنا بكلام لا غموض فيه أننا جاهزون لمواصلة المحادثات حتى الفجر، على أساس أن تصدر منصات المعارضات والسيد ديمستورا نفسه إدانة للعمل الإرهابي في حمص اليوم. بطبيعة الحال إصدار بيانات لن يعيد الضحايا إلى الحياة، ولكن الإدانة ستكون امتحاناً، ستشكل امتحاناً للمنصات المشاركة في محادثات جنيف بصفة معارضة معتدلة، لنعرف إن كانت هذه المنصات ضد الإرهاب أم شريكة في الإرهاب. لم تمضي ساعات قليلة حتى أدان المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا التفجير الإرهابي في حمص، تلاه إدانات خجولة وأخرى مواربة بعيدة عن الإدانة الفعلية والحقيقية للإرهاب، من خلال اللعب على المصطلحات والتهرب من الحقيقة، مما يضيف سببا آخر لتعثر المضي في المحادثات. فالخلافات بين المعارضات ومحاولة هيمنة وفد على حساب الوفد الآخر والبحث عن المصالح الشخصية وتنفيذ رغبة الداعمين تجعل من مهمة المبعوث الأممي أكثر صعوبة في دفع العجلة، عجلة المحادثات إلى الأمام. الهدوء الذي اتسمت به هذه المدينة يعكره صخب الخلافات بين وفود المعارضات، خلافات بالرؤى وبالوجهة وبالمضمون. هذه الخلافات يقابلها ثبات من قبل وفد الجمهورية العربية السورية الذي جاء إلى جنيف يحمل في حقائبه هموم وطموحات الشعب السوري في محاربة الإرهاب وفي إيجاد حل سياسي يحقن الدماء في سوريا. إياد خلف للإخبارية السورية،
جنيف. إلى ذلك رفض ممثلو وفد معارضة الرياض منح ممثلي عدة وسائل إعلام وطنية وعربية فرصة توجيه الأسئلة خلال تصريح صحفي لذلك الوفد. وأفاد مفد الإخبارية إلى جنيف بأن أعضاء وفد الرياض يتعاملون مع الإعلاميين بشكل استفزازي. مدير عام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون عماد سارة أوضح أن الهدف من المؤتمر الصحفي لوفد الرياض هو كيل الشتائم للدولة السورية، وأن ما جرى هو دراما فاشلة. هو تحدث عن الدولة السورية أنها تتعامل مع داعش وهي تحارب مع داعش، وهذا الأمر لا يمكن أن يتقبله أي عقل، علما أن الذي على يساره ويسمى ما يسمى ببشار الزعبي، إذا دخلت على وسائل التواصل الاجتماعي تراه يضع قلادة جبهة النصرة وهو من المنظمات المعترف عليها دوليا بأنها إرهابية. كيف يريد أن يتهم سوريا أو الدولة السورية أن تتعامل بداعش والذي على يساره ويوجد في الأمم المتحدة هو جبهة النصرة؟ كل ما جرى هو عبارة عن دراما فاشلة، الهدف منا النيل من الدولة السورية بغض النظر، لا يريد أن أسمعه أي طرف آخر. عندما طالبناه بالوقوف دقيقة واحدة قال ليس لدي وقت. طيب المشكلة السورية أو الحرب السورية دقيقة واحدة ما تستاهل منك، خليكم تورس مع الرأي الثاني، ما أنه مستعدين يسمعوا أي رأي آخر. وينضم إلينا من جنيف مفاد الإخبارية السورية إياد خلف، تحية لك من جديد إياد. حياك الله سنة. آخر التطورات لديك إياد، آخر المستجدات، تفضل. سناء، أبرز ما يجري اليوم هو ما تروجه القنوات التي كان لها دور كبير في سفك دماء الشعب السوري، يروجون خبر تعليق وفد الجمهورية العربية السورية لمشاركته لمحادثات جنيف هنا. هذا الخبر عاري تماما عن الصحة، وفد الجمهورية العربية السورية لم يعلق المشاركة. غدا هناك اجتماع لوفد الجمهورية العربية السورية مع السيد ستيفان ديمستورا، وكل ما تروجه هذه القنوات وتحديدا قناة العربية عاري عن الصحة يندرج ضمن فقط هذا الأسلوب الإعلامي لمحاولة التشويش والتعطيل على ما يجري هنا في جنيف. ربما بعد قليل سيصدر موقف رسمي عن وفد الجمهورية العربية السورية بالنفي القاطع لما تروج له هذه القنوات. هذه أساليب بدأ يتبعونها لتعطيل محادثات جنيف وللتشويش على ما يجري هنا في جنيف، وهذا دليل زميلة سناء على موقف الضعف الذي يمر به وفد معارضة الرياض، خاصة بعدما أصبح هناك إجماع على أن هذا الوفد هو ما يعطل سير محادثات جنيف هنا اليوم. قبل إياد أبرز ما حصل اليوم إياد خلال المؤتمر الصحفي لوفد الرياض والطريقة الاستفزازية التي تعامل بها مع الإعلاميين. نعم سنأتحدث لك. قبل قليل كان انتهى الاجتماع الذي ضم وفد المعارضة القادم من الرياض وأيضا السيد ستيفان ديمستورا، خرجوا بمؤتمر صحفي تصعيدي يحمل كلام استفزازي لجميع الوفود المشاركة. أيضا كان هناك تهجم على الحكومة السورية. عدنا إلى الحديث الأول سناء، إلى جنيف 12، اللعب على المصطلحات ورمي الاتهامات إلى الأطراف الأخرى في محاولة واضحة لأي مراقب يتابع هنا الأحداث في جنيف يستطيع أن يكتشف أن هذا الوفد يحاول العبث فيما يجري في المحادثات، يحاول تعطيل هذه المحادثات، يحاول إفشال هذه المحادثات، وربما هي إرادة المشغل لهم، خاصة بعد ما تسرب عن وصول بعض الدبلوماسيين الروس إلى هنا إلى جنيف ولقائهم بوفد منصة القاهرة، وأيضا بعدما طلب الدكتور بشار الجعفري صراحة من جميع الوفود المشاركة هنا في جنيف نبذ الإرهاب ولا أن يكونوا شركاء في هذا الإرهاب. ربما أرغموا إرغاما على إدانة غير واضحة أصلا وغير وغير مباشرة للإرهاب. خرجوا اليوم في هذا المؤتمر الصحفي بتصعيد واضح بنبرة بعيدة كل البعد عن الدبلوماسية، لا تشبه
هذا المكان، تهجموا على الحكومة السورية من خلال اتهامها بدعم تنظيم داعش الإرهابي، علما أنه تنظيم داعش الإرهابي يدخل من الحدود التركية التي تسيطر عليها المجموعات التي ينتمون لها. وعرضنا على شاشة الإخبارية السورية، وأعرض لكم من جديد صورة بشار الزعبي الذي كان يقف على يسار نصر الحريري. هذه الصورة واضحة، وهو يضع عصبة جبهة النصرة، هذا التنظيم المدرج على لائحة الإرهاب الدولية. هنا كان اليوم يقف في مبنى الأمم المتحدة، وهذه مفارقة ونقطة تسجل على السيد ستيفان دي مستورا. كيف لهذا المرتدي لعصبة جبهة النصرة وقاطع الرؤوس أن يتواجد هنا في مبنى الأمم المتحدة ويتحدث عن الحل السياسي، عندما قمنا نحن في الإعلام الوطني وبعض وسائل الإعلام الأخرى بطرح الأسئلة، رفض تماما أن يسمع أسئلة الوفد الإعلامي السوري وحتى القنوات الأخرى، فقط أعطى المجال لقناة الجزيرة وقناة العربية واكتفى بذلك. لم يريد أن يسمعنا، حتى ربما كلماتنا أخافت ما جاء به نصر الحريري وهذا الوفد، ربما كما العادة يخشون من قول الحقيقة أمام الرأي العام، يخشون السؤال الحقيقي، يخافون من السؤال والقلم والكاميرا، يخافون من الكلمة الحقيقية. اعترض الوفد هنا، الوفد الإعلامي، ومعظم الإعلاميين في القاعة كان لهم احتجاجات بالصوت العالي، أنه من حقنا اليوم نحن أن نسأل، وأنتم يعني تسمون أنفسكم بأنكم تدافعون عن الحريات وتدافعون عن الديمقراطية وتدافعون، يعني أي ديمقراطية وأنت تمنع صحفي اليوم من أن يطرح سؤال على الإعلام؟ أي ديمقراطية التي يتحدثون بها وهم يحاولون إسكات صوتنا؟ وهذا يذكرني سناء بعام 2012 عندما فجروا قناة الإخبارية السورية، فقط لأن قناة الإخبارية السورية كانت توصل صوت الشارع السوري، كانت في ذلك الوقت تفضح جرائم الإرهاب. اليوم نتعرض لنفس الموقف، تم إسكاتنا، تجاهلنا، خافوا من كلماتنا، لكن رفعنا صوتنا في القاعة بصوت مرتفع وطالبنا بالسؤال. واضح أنه هذا الوفد كما قلت لك هذا ما لمسناه، وأي مراقب موجود هنا في جنيف يستطيع أن يلمس أنه هذا الوفد اليوم ينفذ أجندات خارجية، يحاول تعطيل محادثات جنيف، وضع العصي في دواليب هذه المحادثات من خلال إلغاء للمنصات الأخرى وعدم الاكتراث بها، وأيضا النبرة التصعيدية باتجاه الجميع سناء. وإذا أردنا أن نتحدث عن من له مصلحة اليوم في سفك دماء الشعب السوري، ومن له مصلحة باستمرار الإرهاب وضرب الإرهاب اليوم في أكثر من منطقة في سوريا، هناك الكثير من لهم المصالح. إسرائيل لها المصلحة الأولى وهم ينفذون اليوم أجندات إسرائيلية، السعودية لها مصلحة وهم ينفذون أجندات السعودية، تركيا لها مصلحة باستمرار هذا الإرهاب وهم ينفذون هذه الأجندات، جاءوا يحملون أجندات الأسياد وفرضوها ربما هنا في جنيف على الطاولة، وكان هذا مكشوف وواضح، وما خرجت به قناة العربية منذ قليل وبعض وسائل الإعلام بأنه وفد الجمهورية العربية السورية علق. أنا أؤكد لك من هنا من جنيف من أمام مبنى الأمم المتحدة، وفد الجمهورية العربية السورية جاء لجنيف ليبحث عن الحل السياسي، ليحارب الإرهاب في سوريا، ليعود الأمان للشعب العربي السوري، ولم يعلق المحادثات في جنيف. وغدا له اجتماع مع السيد ستيفان دي مستورا هنا في مبنى الأمم المتحدة، وكما قلت لك ربما بعد قليل يكون هناك تصريح رسمي لوفد الجمهورية العربية السورية يضع هذه القنوات ووسائل هذه الإعلام التي تحاول التشويش والتعطيل على ما يجري هنا في جنيف. أشكرك. فعلا أمام فضيحة كبرى
لهم، وهذه الأساليب اعتدنا عليها في كل جنيف، دائما يحاولون التصعيد، يحاولون رفع النبرة، يحاولون التفجير وضرب من خلال العمليات الإرهابية كما شاهدنا في حمص، ثم يعودون للترويج الإعلامي. سيناريو مكشوف بات معروف لكل السوريين، وهو ما حصل في جولات سابقة. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات، موفد الإخبارية السورية إلى جنيف إياد خلف. سوف نكون معك إياد فور ورود أي جديد. شكرا لك إياد. الإرهابيون الذين يسفكون دماء السوريين يحظون بتكريم دولي كمكافأة لهم على جرائمهم وانتهاكاتهم لحقوق الإنسان. مزيد من التفاصيل في تقرير يا منديب. خيمت الأجواء السياسية على حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته 89، خاصة بعد تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما صبغ كل الأحداث الفنية بالصبغة السياسية. واتجهت أنظار العالم إلى مدينة لوس أنجلوس، حيث يقع مسرح دولبي في الحي الأشهر في هوليوود، لمتابعة حفل توزيع جوائز أكاديمية الفنون وعلوم الصورة الأوسكار. اللافت أن ما يسمى بفريق القبعات البيضاء الناشط في مناطق تتواجد فيها المجموعات الإرهابية في سوريا، والذي يعمل لحساب تنظيمات تكفيرية، تغيب عن الحضور رغم مشاركته بفيلم حمل اسمه في حفل الأوسكار عن فئة الوثائقي القصير، حيث تم منع خالد الخطيب مصور الفيلم والمتواجد في مطار أتاتورك في اسطنبول من السفر لحضور الأوسكار لعدم صلاحية جواز سفره، وليس لأنه ينتمي لتنظيم إرهابي. وللمفارقة، فإن فرقة إنقاذ داعش والنصرة والمسمات القبعات البيضاء حصلت على جائزة أوسكار لأفضل فيلم وثائقي قصير، والقبعات البيضاء هي المنظمة التي ينتمي جل أعضائها لتنظيم جند الأقصى الإرهابي، وهو فرع من النصرة، وقد بات أعضاؤها نجوما سينمائيين في هوليوود. ورغم ظهور أعضاء هذه الفرقة بأسلحتهم ومشاركتهم بتعذيب المواطنين واختطافهم، إضافة لنشر مقاطع تمثيلية يفبركون فيها أعمالا ميدانية، فلم يتم اتخاذ إجراء دولي بحقهم، بل على العكس من ذلك تم منحهم جائزة دولية.